وما في يدي أماجدت يا رب. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحب نعود إليكم مرة أخرى مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا مقامات إنشادية. نتابع اليوم أيضا في مقام العجم الذي بدأناه قبل حلقتين من الآن، واستعرضنا عددا كبيرا من الأناشيد. نعود ونستقبل في هذه الحلقة مرة أخرى المنشد والمهندس محمد عبد السلام. سحرا على ميت الصبابة أنشرت ما أنفاس النسيم إذا سرت سحرا على بيت الصبابة أنشرت إلا أنها مرت على رمد الحجاز وباله فتعطرت حملت إلى المشتاق من يهوى بصدق أخبرت نفت الأسى الأسى عنه فيا لك نفحة نفت الأسى 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 عنه فيا لك نفحة مرت على رمد الحجاز وبانه فتعطرت يا سائق البكرات مجدي إلا بكرت صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة. أهلا ومرحبا بك في حلقتنا الثانية معك في هذا البرنامج. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا. تفضل بسيدي. جزاك الله خير. شكرا. أعزائي المشاهدين، نتابع في فقرات هذه الحلقة ونستضيف معنا في هذه الحلقة أيضا فرقة الصحوة لتنشدنا مديحا للمصطفى صلى الله عليه وسلم.
خدامه اللي بيجي مكلامه I'm
والعين مقام للعجم لمناجاة دمع يهمي لحن الهيبة لحن جمال هو لحن في مقام العجم. مقام العجم كما قلنا هو المقام الثالث من جملة صنع بسحرك، وهو ما يمثله هنا حرف العين، وجاء بعد الصبا والنهاوند. فعشنا أيضا حلقات ثلاث مع هذا المقام، واستمتعنا بأناشيده وأمثلة عن هذا المقام. وكما قلنا هذا المقام يستعمل بالفرح بالسرور بالحفلات، حفلات الأعراس. أيضا هو مقام قوي، معظم الأناشيد الوطنية صيغت على مقام العجم، وهو أيضا من المقامات القريبة من مقام الراست، فيحمل نفس القوة ونفس المتانة. أيضا العيد، الأعياد وتكبيرات العيد في معظم الدول العربية والإسلامية، تكبيرات العيد تكون على مقام العجم. فنريد أن نسمع من حضرتك مقامات أو تكبيرات العيد التي تقال في جمهورية السودان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. ما شاء الله، كل عام وأنت بخير. أيضا من أمثلة مقام العجم أناشيد كثيرة كما قلنا، وفي الحلقة الماضية أنشدت فرقة الهدى نشيد إسلام يا قدس، وهو نشيد على مقام العجم. وأيضا سننشد بعض الأناشيد الآن أو الأمثلة على مقام العجم. تفضلوا. محمد محمد سيد الكونين أنت لنا فجر عليه ضياء النصر يبتسم غدوت نورا غدوت نورا على الدنيا ومكرمة يحفك الخير والإحسان والكرم فأنت من شرف الدنيا بطلعته ومن به في حمى الدارين نعتصم وشوقا وشوقا إلى رؤياك رسول الله و
وشوقا وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤياك حبيب الله يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي لو تسمع جبريل بينادي أنا ضيفك يا رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا وشوقا إلى لقياك حبيب الله ودخلت على الكعبة بلبي بالتوبة جددها لربي ولقيت النور زمزم قلبي أنا ضيفك يا رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤياك حبيب الله فهو الهادي فضلا وعلا وبسنته شرف الأعلى وبمدح له قرة عيني أنا ضيفك يا رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤياك حبيب أيها الأحبة نعود إليكم لنكمل الحديث عن مقام العجم بعد فاصل قصير كونوا معنا أعزائي المشاهدين عدنا إليكم ونحن ما زلنا في بحر مقام العجم منشدنا محمد عبد السلام ومهندسنا الكهربائي ذكرت لي ونحن في الكواليس عندما سألتك كيف تمزج ما بين النشيد والكهرباء قلت لي جملة جميلة بحب المشاهد يسمعها قلت لي الإنشاد نعم فالكهرباء يعني تقطع وتأتي لكن الإنشاد يكهرب قلوب المحبين هي غير جملة نعم. ما شاء الله يعني أنت تفلسف الموضوع أنا بدي أقول له الجملة اللي قلت لي إياها نعم الجملة التي قلتها لي أن الإنشاد نعم يكهرب الأرواح نعم والكهرباء فقط هي التي تنير نعم تنير لنا فالإنشاد هو إرشاد وهو نعم. الإنشاد أيضا ينير الدرب أمام المحبين محبين نعم. المصطفى صلى الله عليه وسلم وأيضا إذا كان النشيد من النوع الاجتماعي والحركي أيضا ينير الدرب وينير الفكر أليس نعم. كذلك؟ نعم حياك الله يا سيدي أيضا عودة إلى المنشدين الأوائل الذين تأثرت بهم وقلت لي أنك تأثرت في النقشبندي المصري والطوبار وكلهم مدارس متصلة إن كان في سوريا إن كان في مصر وإن كان في السودان نعم. والإنشاد الصوفي بشكل عام هو تراث هذه الأمة نعم. والغناء الديني أيضا نتج من هذه المدارس ولكن قدر في العقود الأخيرة من القرن الماضي أن ظهر الإنشاد على المسرح وتحت الأضواء والآن أصبح في برامج نعم. إنشادية تقدم هذا النشيد إلى المشاهد الكريم ونحن في هذا البرنامج نريد أيضا أن نمزج ما بين الإنشاد في الوطن العربي بشكل عام وعندنا حلقات استضفنا فيها من المنشدين العرب نحن نذكرك أنه ما زلنا عندنا سباق بيني وبينك في نعم. الرمي تجهز لنا بيتين من الشعر حتى تقول على إن كان مقام العجم أو أي مقام تحب وأنا سوف أؤدي على مقام العجم ونتسابق ولكن قبل أن نقوم إلى السباق أريد أن أريك صورة وأنت تشرح قصتها للمشاهد الكريم
الصورة التي سوف أريك إياها حصلت عليها بطريقي الخاصة. هذه الصورة، هذه الصورة كانت في الإمارات في مسجد الشيخ زايد. ما شاء الله. نعم، بعد صلاة الجمعة يعني مع مجموعة من السودانيين يلتقطون في المسجد هناك. يعني كنتم في زيارة إلى؟ نعم، كنا في زيارة في الإمارات. في زيارة عمل أم زيارة خاصة؟ زيارة خاصة. زيارة خاصة. نعم. ما شاء الله. الإمارات بلد جميل، والمسجد هذا المسجد شيخ زايد مسجد كبير. الصورة ذاتها أنا فوجئت بها يعني كده وطوالي. لا نحن عم نتبع أساليب خاصة للحصول على الصور. نعم نعم نعم. يا سيدي حياك الله. الله يكرمك. هلما بنا إلى السباق مع شيء من النشيد إن شاء الله. تفضلوا. طريقك خضرا إن شاء الله. تفضل. فيرد عنك ولا يقال عذاره أي أم بابك مستقيم فيرد عنك ولا يقال عثاره حاشا جلالك أن يؤمناه امرؤ فيعود صفرا خيبت أسفاره يرخص الغالي يرخص الغالي وتصون عرضك والوطن والنصر جاي من السماء صوته ينادي لك والنصر جاي من السماء صوته ينادي لك يا ابني انت لازم تاخذ دوره قبل الحلقه الثالثه ارجوك لازم اوعدك ان شاء الله المره القادمه ان شاء الله تربح قدامك جولتين ان شاء الله فان شاء الله
شوف هيك وانا بعدين وين هاي اللي اجت في الوسط؟ ما في طبت انت اخذتها؟ ما في راح نزلت. طيب انا ايضا سوف اهديك هديه بسيطه هيك جميله واهدي الجمهور الكريم واختم الحلقه ان شاء الله بمناسبه الغلب ان شاء الله. بمناسبه الغلب طبعا. أعزائي المشاهدين ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أهديكم هذه الأنشودة كما أهدي ضيفي المنتصر دائما إن شاء الله محمد عبد السلام. قد نهضنا بالليالي وهننا ومشينا للنهار الزاهر قم وبشر يا أخي إسلامنا أننا عدنا بصبح زاخر. نهضنا من ليالي وهننا ومشينا للنهار الزاهر قم وبشر يا أخي إسلامنا أننا عدنا بصبح زاخر. سائل التاريخ عنا هل رأى خنعا في زحفنا أو أدعيا وسقيناه دموعا ودما. قد نهضنا من ليالي وهننا ومشينا للنهار الزاهر قم وبشر يا أخي إسلامنا أننا عدنا بصبح زاخر. قد نهضنا من ليالي وهننا ومشينا للنهار الزاهر قم وبشر يا أخي إسلامنا أننا عدنا بصبح زاخر. وفي اليد أحمل شعلة نور هدين لك العمر يا سيدي بعمري وفكري.